السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتكلم عن برنامج من أقوى البرامج اللي بتتعامل مع ملفات البي دي اف، بحيث إن احنا نقدر نحذف العلامة المائية بمنتهى البساطة. طبعا كلنا عارفين إن ملفات البي دي اف من الملفات اللي صعب إن حضرتك تتعامل معاها. النهاردة بإذن الله هوري لك ازاي تتلاعب بملف البي دي اف، تحذف منه أي شيء حضرتك حابب ان انت تحذفه وتعدل عليه كمان. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو لنهايه. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ زي ما حضرتك شايف كده، انا عندي هنا ملف بي دي اف على سطح المكتب، هفتحه باستخدام برنامج من اقوى البرامج اللي بتتعامل مع ملفات البي دي اف، هو برنامج اسمه فاكس فانتوم. هنفتح الملف مع بعض. تمام كده، زي ما حضرتك شايف الملف طبعا عبارة عن ملف مكتوب ومحطوط فيه علامة مائية زي ما حضرتك شايف، ومكتوب فيه رقم تليفون واسم المعلم اللي قام بعمل هذا الملف. فاحنا عايزين نشيل كل هذه الأشياء، نشيل كل الكتابة ديت ونشيل العلامة المائية المستخدمة في ملف البي دي اف ده. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ طبعا زي ما حضرتك شفت احنا هنستخدم برنامج اسمه فاكس فانتوم بي دي اف. طيب هنروح رايحين على اللي هي خانة ايديت، تمام كده، وبعد كده ننزل ناخد اللي هو edit object وناخد all. بعد كده تبدأ تحذف اي حاجة انت عايزها من الملف. هنبدأ بس نقف على الحاجة ونعمل delete. تمام كده، زي ما حضرتك شايف هنبدأ نحذف اجزاء من الملف بمنتهى البساطة. كل اللي انت هتعمله تحدد بس الحاجة اللي انت هتحذفها وتعلمها، هتلاقيها تبدأ تتشال. هنبدأ خطوة بخطوة كده لحديث ما نحذف كل الأشياء اللي احنا عايزينها. زي ما حضرتك شايف كده حذفت، هبدأ أحذف، هكمل. زي ما حضرتك شايف كده أنا حذفت الاسم اللي كان موجود في قلب المذكرة. طيب هنواصل مع بعض التعديل. هبدأ أحذف اللي هو القلب ده. تمام، هنزل تحت، هبدأ أحذف برضو الحاجات اللي تحت ديت أنا مش عايزها، خطوة بخطوة مع بعض. وبعد كده هبدأ أدخل على العلامة المائية اللي موجودة وأوري لحضرتك برضو إن أنا هقدر أحذفها بمنتهى البساطة. كل اللي أنت هتعمله تقف على الحاجة تحددها لحد ما تظهر شكل مربع، تبدأ تحذفها تلاقيها تتحذف معاك بمنتهى البساطة. المهم بس تتعلمها بحيث إن هي تتحول لشكل مربع أو مستطيل. هنبدأ نتابع الموضوع، عايز شوية صبر. تمام كده، زي ما حضرتك شايف تمام، هبدأ أحذف الخانة اللي هي موجود فيها رقم التليفون. لحظات بسيطة، هبدأ أحدد لحد ما يظهر شكل المستطيل. مرة تانية تضغط، لو ظهرت معاك الخانة ديت كل اللي انت تعمله هترجع للصفحة الأساسية، يعني مفيش أي مشكلة خالص، هتقفل الخانة ديت وترجع للصفحة الرئيسية. تمام، هنقف عليها زي ما حضرتك شفتها كده، شلتها. لو عايز اشيل الخانة ديت برضو هشيلها. طيب لو عايز اشيل المربع ده او المستطيل ده هشيله، زي ما حضرتك شايف كده شلته. كده بقى هبدأ اشتغل على العلامة المائية اللي مكتوب فيها اسم المعلم. تابع معايا الفيديو، هبدأ اتحرك لما اوصل لمربع اللي موجود فيه الكتابة. تمام كده، هضغط واعمل ديليت. تمام، وابدا احذف العلامه المائيه حرف حرف زي ما حضرتك شايف كده. بدات احذف، ابدا اكمل. تمام، جزء جزء زي ما حضرتك شايف كده بدات امسح، ابدا اقف على الكلمه الحديد محددها. تمام، واحذف الأجزاء اللي أنا حابب إن أنا أعملها. لما حددها تبدأ تضغط على ديليت زي ما حضرتك شايف كده، ببدأ أمسح. مرة تانية ديليت. تمام، تبدأ تطلع تعمل ديليت وهكذا. delete
ديت انا كده مسحت كلمه من اللي مكتوب، هرجع ارجعها تاني بالاستعاده، ابدا اقف لما اجيب اللي هو الحرف اللي هو انا عايز امسحه، اقف عليه تحدده، تعمل ديليت، وبعد كده هكذا ديليت. تمام كده، فاضل اللي هو الجزء بتاع الحرف ده، ابدا اتحرك لحد ما اجيبه بشكل مربع. اقف على حرف الالف. تمام كده، قدرت ان انا اشيله. ارجع اجيب الحرف اللي هو كان لسه مش عارف ان انا حدده، لحظات بسيطة لحد ما اوصل ليه، عشان طبعا موجود فايل بكلام كتير. بعد ما خلصت كل حاجة في الملف زي ما حضرتك شايف كده، أنا مسحت كل الحاجات اللي فيه. حضرتك بقى هتحفظ الشغل بتاعك، هتحفظه إزاي؟ كل اللي أنت هتعمله هتضغط على علامة اللي هي إغلاق اللي فوق ديت، وبعد كده تضغط على يس. تمام، فهيتم إغلاق الملف. لو حابب بقى أتأكد إن الملف تم إزالة كل حاجة فيه، هترجع تفتح الملف مرة تانية زي ما حضرتك شايف كده مع بعض. هننتظر لما الملف يفتح. زي ما حضرتك شايف كده، الملف تم مسح الاسم ورقم التليفون والعلامة المائية اللي كانت موجودة فيه. طبعا البرنامج اللي احنا بنستخدمه ده برنامج من اقوى البرامج اللي بتستخدم في التعديل على ملفات البي دي اف، وهي برنامج فاكس فانتوم. طيب لو انا حابب بقى ان انا احمل البرنامج، كل اللي انت هتعمله هتفتح المتصفح بتاعك وتيجي تكتب هنا في خانة البحث فاكس فانتوم. تمام، هتلاقي اللي هو الموقع الرئيسي بتاع البرنامج، وفي مواقع كتيرة جدا بتعرض عليك ان انت تحمل هذا البرنامج. طبعا حضرتك هتحمله من المكان اللي هيعجبك وتسطبه على جهاز الكمبيوتر وتستمتع بكل الخدمات والمزايا اللي بيقدمها ليك البرنامج. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وأرجو إن أنت تكتب لي رأيك في التعليقات في هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.